ما بأمريكا ولايات تحياتي وشوقي للصمام. قال يا ابو محمود إلك سلام منا منا بتعمل للمليح بدون منا وابو رمزي قبل جينا ومنا نشامه وبفتحوا للضيف باب. أنا نبدا الموسيقى اليوم بالدوب وعلى العقل على الجهال بدو معودين على الصعاب. وينو في راس؟ أحلى عريس. أبوك معلمك كلمة كلمة حذار بيوم تنسى واخدم صاحبك خدمة إذا الخدمة تمناها إذا تكبرنا عن نعمة تلاقينا فقط. في ناس تعيش بالعتمة قهرناها وظلمناها ويا ما ناس من حكمة بظل الراس تتباهى وناس بتكره للخدمة وما بتعرف ايش معناها. في ناس بتكره للخدمة وما بتعرف ايش معناها. اوعى تغرك الهدمة ان كويناها ولبسناها. والله يا حبيبي مش بشوفك تقوله. اوعى تغرك الهدمة يا يحيى ان كويناها ولبسناها. الرجال الاصحاب بساعة الضيق والازمة والفرحة والضوء والليل والعتمة هذول رجال تلقاها زي ضيوف ابو عنان الليل اليوم معاهم طاق ملقاهم. جوع العمر لا تقرا بالزاد العوير من لقمة المنان ما بشبع حدا وانعاشر تدور على الرجل الاصيل. افيدك بيوم بيلزم الصاحب فدا وعزاب عيش العمر اوعك تناسب بخيل ان جاعت اولادك ترى ما بيطعمهم حدا او عز الصديق يا ابو عذاب اللي يشيل للحمل الثقيل تحملوا حماله ويكون وجهه كالندى. في ناس تكسر طولها بعد الغسيل وفي ناس صحبتهم تصفي حاسدي. في ناس بين الناس ما إلها مثيل هذول اللي معانا. في ناس بين الناس ما إلها مثيل بيوم الفرح عبيد عنان إحصانهم هم وعدا مثل هالشباب ومثل هالشيخ الجليل عبن جمهور الليل أجو تيلب الندى. والله في كل أصالي يا أبو محمود في كل أصالي يا أبو رمزي ويا عنان ويا بيت عنان يا ضيوف ما في كل أصالي طبع دوم على الدواء من يوم سيد الكل للهم هدايا. شو رايكم؟ إن
كنا نعزم كنا نعزم. انا ولا مره قلت لاختياري لانهم هم شباب كبار القدر. من يستطيع؟ يعني اذا بتستطيع ابو محمود من يستطيع؟ ابو عنان تفضل. جاه الله عليكم. من يستطيع؟ كبار السن كبار السن كبار القدر. قبل ما اقول كبار السن كبار القدر من يستطيع؟ قوم يا حج عليك انادي بالاسم بنادي ترى كلكم اخوتنا. شاركونا ابو احمد ابو احمد هلا بالعدائي حبايب الحبايب. ابو الله يمسيكم بالخير ويوفونا عمر الليلة. شاركونا سحجي سحجي على هذا تشيلوا والنايل ردوا عليا. يا مرحبا بكل الضيوف الرجال عزوا عليا. عاشق عاشق يذكرنا بيا والعاشق يذكرنا بيا. انا اول بكري بمحمد والعاشق يذكرنا بيا. مبارك يا ابو محمود مبارك يا عم العروس يا
عند الحق نخلي العالي واطيح عند الحق
ويا بلاد الأسرى ويعودهم سالمين رامين. ولما احنا فلسطين بيكون الأسرى بيكون كل الأسرى كلياتهم أبنائنا والأردنيين برضو كل الأسرى. ¡Gracias!